أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من البرنامج التلفزيون الأسبوعي سبوت لايت بقعة الضوء. أنا سأكون مضيفكم في هذه الحلقة لإنارة الضوء، أو to speak about one of our community icons، للحديث عن بعض كما عربت أيقونات الجالية الناجحين في المجتمع، الذين نرأى نصوت الضوء عليهم ليس فقط في مجال النجاح على المجال البزنس، على مجال بيع العقارات، وإنما أيضا شيء مشرف في أن يكون هذا الشخص له باع طويل في مجال العمل التطوعي. لقد أثار إعجابي عندما قرأت عن سيرته بأنه مهتم كثير جدا في قضايا الشباب وقضايا العمل التطوعي والمجتمعي. ضيفي لهذه الحلقة هو رجل العقارات الأول، والذي أخذ جائزة الأول على بشركة سنتريت 21 في مجال البيع، أعتقد في سنة 2014. هو ابن الجالية العربية، رجل الأعمال، والذي نتحدث أكثر، يطمح للوصول إلى المجلس البلدي في مدينة ديربون هايتس. هو ابن الجالية الذي نعتز به ونتمنى له التوفيق والنجاح، الأخ والصديق وسيم ديب عبد الله. أهلا وسهلا فيك أخ وسيم. أهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يعني كنا نحكي كندردش في البداية، أنه أنت يعني في ناس بيسألوك، وأنا راح أكرر السؤال، يعني أنت ما شاء الله ناجح، و يعني ما حققته شيء يعني يسجل لك في التاريخ بأنك حصلت على رقم واحد في الولايات المتحدة الأمريكية بما يختص في البيع العقارات، وأعرف أنك أيضا خرج جامعة يونيفرسيتي ميشيغان. شو تخصص؟ تخرجت من هناك بالفاينانس، يعني مثل البنوكي تقريبا، وماركتينج، يعني هذا مثل دعايات وإنشار بالشركة وما شركة. طيب قبل ما نخش بموضوع الانتخابات، بتحب تحكي لي عن يعني كيف بدايتك مع الريال استيت، وكيف وصلت لأنك تكون في هذا المركز يعني المرموق في مجال البيع؟ الحمد لله. أنا كنت عم بخلص جامعة بوقتها وعم بدرس للجامعة دائما بالبيت. أنا كون عم بدرس بالجامعة يفوت مثلا ريال استيت، وما يقدر يتكلموا بذات اللغة بين الزباين وبين الريل استيت ايجنت، كز هو بيحكي بس انجليزي والزباين ما بيحكوا انجليزي قوي. مره على مره ترجم، وكنت بعد ما قلت لك عم خلص جامعه، دخلت براس القصه انه كيف تعني ما في ريل استيت ايجنتس عرب او قليل بالاسف. سو فكرت فيها، ما عجبهم هالخطوه اهلي طبعا، بس انا قلت لهم خليني اجربها. قالوا لي بس نحن بعتناك على الجامعه مش تفوت بالريل استيت. قلت لهم مجربها، اذا بتزبط الحمد لله، ما بتزبط بعد شو اسمه العلامة عندي اياها، يعني ما هربت، والحمد لله دخلت فيها والحمد لله مشكرة الله، كانت خطوة منيحة. يعني هو من الأشياء الجميلة انه انت من الناس اللي، او من الأشياء اللي لنقل من التحديات الأهل والأبناء بواجهوا، انه الأبناء الأهل بدهم ابنهم يكون في المدرسة او ينجح في المدرسة، يكون محامي، يكون مهندس، فبالتالي الولد قد يكون عنده ميول يعني هواية في داخله، والأهل قد يكفوا في طريقه. طيب شو رأي أهلك حاليا في الموضوع؟ لا الحمد لله بيشجعوا بهالشيء. هي من قبلها كان في عندهم فكرة على الريل استيت مثل على طريقة البلاد، سموها سمسار وما سمسار. حتى في عمي بي لمرتي كان يمزح معي، يقول لي بس حدا يسألني بلبنان شو بيشتغل صهرك، أنا أقول له هو بزنس مان، ما أقول لهم بالريل استيت، كنت بدي أقول لهم سمسار. بس الحمد لله هلا بيأيدوا بيشجعوا ومبسوطين بالأهداف اللي وصلت لها وبمساعدة الناس وبمعاملتي مع الناس، الحمد لله بالريل استيت. مشكور الله. الله يخليك. طيب أخ وسام، وسيم. وسيم. بدي أقول لك وسيم. أخ وسيم ديف. إنسان مثلك ناجح والحمد لله، يعني على قضية الفاينانشال سيكوريتي الحمد لله وضعك منيح. يعني شو سبب اهتمامك؟ Why the interest in like running for the city council office؟ يعني ليش أنت حابب تنزل لانتخابات المجلس البلدي؟ إلي أنا صرني من سنين، يعني مش من أول سنة هذه، بس صرني من سنين يمكن 25-30 سنة بساعد بالجالي، بدخل ب مجمعات كبيرة، بالجوامع،
بالكنائس بالكذا، ومن زمان أنا بساعد بالجالية بكذا كذا منظمات، بس نفر من ناحية السياسي. الريزن الأرض تعملها، أنا عندي بشخص الحمد لله هيك الله خالقني بحب ساعد الناس، عندي كتير حب لها القصة أنه ساعد الناس، وعندنا جالية عربية كبيرة الحمد لله، بس ما في enough people، وخاصة بديبون هايتس. هلا بديبون الحمد لله صار فيه أكتر، بس خاصة بديبون هايتس ما في حدا ليأيد هالجالية ويساعد هالجالية. سو كذا واحد من قبل السيري قربوا لي أنه مثلا أن أنت a good person for something like this. ليش؟ مش بس منشان قد القدرة، بس زائدا عن هيك عندك علاقات قوية مع الأمريكان، والحمد لله عندك علاقات قوية مع العرب. وأول مرة قلت لهم لا، تاني مرة قلت لهم لا، تالت مرة قلت لهم يلا تعالوا نتكل على الله. لي أكتر شيء أنا كنت متردد بوقتها، أنه قديش بدك تأثر علي على البزنس، لأنا ممشي كمان. بس الحمد لله مشان أكتر هذه الشغلة كلها بالإيفنينج وبالليل، it wouldn't matter، وإن شاء الله we'll be able to do it the right way إن شاء الله. يعني هو الحقيقة نحن بحاجة لناس اللي يكونوا مش بس ناجحين بالأعمال، كمان كتير يكونوا في المجال السياسي، لأنه حقيقة إن إحنا كجالي عربي وشرق أوسطي بحاجة للتمثيل في المؤسسات المختلفة. وزي ما حكيت يعني ديربون الحمد لله وضعنا أحسن، بس ديربون هاي لسه في بعد على قدامنا شغل إننا نعمل. طيب يعني واضح إنه أنت عندك اهتمام في العمل التطوعي، حابب إنه كمان يعني الجماهير يعرفوا إنه من خبر نشاطك، أنا بعرف إنك نشيط في في فيما يختص في الشباب. هل أنت راح يكون إن شاء الله إنك تنجح، نتمنى لك النجاح، هل راح يكون من هناك تركيز على قضايا الشباب من خلال وجودك في المجلس إذا إنك أنت نجحت إن شاء الله؟ إن شاء الله. في شغلتين من ناحية الأعمار اللي كتير مهمة إلي. أول شيء عندك الصغار بالعمر، عندك الشباب، عندك حتى الأولاد صغار. حابب أنا ناوي على السيتي كونسل أعمل إشياء اللي بتساعد الشباب بالجالية. كيف يعني؟ مثلا كإشياء اللي يتسلوا فيها، أنه ما يكونوا لا سمح الله مثلا بالشوارع وبس، مثلا من قبل يمكن باسكتبول، يمكن مثلا لايبرري، يمكن أي شيء اللي بيساعد الشاب يعطيه مطرح اللي يروح عليها، بدل ما يكون عم بيعمل اشياء بالشوارع اللي مش مهمة. وبذات الوقت بدي اشتغل عليها أنا للكبار بالعمر، you know whatever المساعدات اللي فين أعملها أنا اشياء للكبار بالعمر، للسينيور سيتيزن، things to keep them active، يعني اشياء اللي يضلوا يقدروا يعملوها كسبور ككذا، لساعد الجالية إن شاء الله. يعني أشكرك إنك تطرقت للسينيور سيتيزنز، لأنه أنا أراها يعني خلينا نقول شريحة شبه مهمشة. يعني يكتفي الأهالي بأن يضعوا الأب أو الأم في خلينا نقول في مركز الكبار ويتنسهم لين. في عنا يعني موجودي، أنا عندي باشن لموضوع اللي هو موضوع صحة الشباب، موضوع انتشار المخدرات. يعني بغض النظر انت نجحت وان شاء الله تنجح، راح يكون عملك لكل الشباب في ديربون هايتس، فهل انت راح يكون في من ضمن توجهاتك يعني او الاشياء اللي بتحاول انك يعني تعمل عليها بالنسبه للقوانين، انه يكون في شيء له علاقه بعمل برامج تركيزا تحديدا بالوقايه من المخدرات للشباب؟ طبعاً مثلا طبعا بدي اعمل اي كل شيء ما فيني اعمل اللي بقدرتي طبعا كسيتي كونسل، بس طبعا ناوي 100% اشتغل على هيك قصص. بس اهم من انه اشتغل على هيك قصص، اثيك انا كرايي انا الخاص، بحب في كلمه الانجليزي بيقولوها preventative يا احسن من انه مثلا انه reactive. معناتها انه بتشتغل على الاولاد وعلى الشباب وعلى الكذا وعلى الكذا وعلى الكذا قبل ما يبلشوا بهالقصص. برايمري بريفنشن اكزاكتلي، تبي برو اكتف. نعم يعني مشان بس يبلشوا بهالقصص، بالاسف بنعرف كلنا ناس بالجاليه بس يبلشوا بهالقصص صعبه عاد يتركوا منا، وبالاسف امرار بيتوفوا من هالقصة. صحيح. وانا يعني بالاشياء اللي انا بشتغل عليها عندي علم فيها هالقصة، انه بالاسف كتير عم بتصير، وبالاسف عم بتصير اكبر واكبر واكبر عنا بالجاليه الجاليه العربيه. صحيح. وامرار ما بنحكي فيها نحن، بنحسها عيبه اور ما بدنا نجرس العيله، اما وهكذا وهكذا. سو whatever يعني شو الاشياء اللي فينا انا اقدر اعملها من قبلي كسيتي كونسل، ان شاء الله 100% لازم إن شاء الله نشتغل عليها ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. اخي وسيم ديف عبد الله، لو بدي اسالك يعني من خلال وجودك في ديربون هايتس ومن خلال عملك مع في مجال العقارات او في مجال كونك يعني كوميونتي ممبر، شو برايك في التحديات اللي بتواجه ديربون هايتس، او اهم المشاكل اللي برايك يجب النظر عليها في ديربون هايتس؟
اذا بتحب في كذا شغله لازم تنشغل عليها. في البلدية بالاسف كان عندهم كالمال كالحال المادية كانت خفيفة كتير بديبون هايتس. سو من قبل الاشي اللي عملوا ليسيفوا مصاري صاروا يشتغلوا بس اربعة ايام بالجمعة. يعني ذلك السيري هال نهار الجمعة بتسكر. They have closed completely. Yeah, بسكروا completely. سو انا من اهدافي ان نعاود نفتحها نهار الجمعة. هلا اذا من ناحية المادية بدنا شو بيعملوا؟ بنقصوا ساعات يمكن على يومين اما ثلاثة بس بتضلها خمس ايام مفتوحة. لذلك اذا حدا بده شغلة بنهار الجمعة في عنده مجال يروح على نهار الجمعة على السريال. الشغلة الثانية انا بدي شد عليها وقربها اقوى شوي لديبورن هايتس وقربها اكثر للسيتي اوف ديبورن وتش سيتي اوف ديبورن مشهورة فيها هي النظافة. اوكي سو لذلك مثلا مثل بسموها ستريت سويبينج يعني هول المكانات اللي بتشيل الكاربج وما كاربج كذا عن الشوارع ما موجوده في ديربورن موجوده مش لا بس ما بذات النسبه اللي موجوده بديربورن. سو ناوي 100% قوي هالشغله. في عندك بالاسف فيران ورات وكذا بيج بروبلم هيدا خاصه بساوث هايتس. عرفت كيف؟ من قبل انه في هناك مثل نهر صغير موجود. So that's a big problem, the rat population in Dubon Heights. So بدي اشتغل قد ما فينا عليها طبعا eliminate something like that. وmost important كتير من الأهم الأشياء اللي ناوي اشتغل عليها أنا إنه خلي الكوميونتي تبعيتنا assimilate أكتر. يعني معناتها يكون في تواجه أكتر بين الجالية العربية الأمريكانية وبين الجالية الأمريكانية يعني الأمريكان اللي ربيانين هون بالأساس. ونفرجيهم نحن نظرة قوية عننا كعرب كأنه نحن مش إرهابيون ولا ما منحب نقرب صوب شعب تاني. نحن ناس ثقافيين متعلمين وسكسسفل الحمد لله وبنقدر مش بس نساعد جاليتنا بس نساعد الجالية العامة كلها كأمريكان ونفرجيهم نحن we are also Americans. نحن كمان يعني طبعا منحب بلادنا وكل شيء بس ما عم نربي اولادنا هون. نعمل كل هدفنا this is our country. نعمل كل هدفنا لنساعد هذا البلد نحن موجودين فيها ونفرجي الامريكان نظره قويه عننا نحن كعرب. يعني شوف حقيقه يعني قضيه التقارب مع الجاليات الاخرى يعني سواء الجاليه لسه ذا مين ستريم كوميونتيز احنا بصراحه شوي في عنا جزء من التقصير وانا احييك على هذا الطرح. يعني احد الضيوف هون حكى وكاننا نحن في بيت المخيف الناس صارت تخاف منا. السؤال لك يعني كثير رائع هذا الطرح. طب شو برايك الاشياء ممكن تنعمل يعني انه للتقريب ما بينهم؟ هل تقترح مثلا يعني ضيافات زيارات برامج؟ يا ريت اسمع شو عندك. نو بروبلم. قبل ما اوصل لهون انا اليوم كنت بافتتاح جديد وبحب هني علي السيد يعني من الناشئين بالجاليه الحمد لله. This guy is a machine. Very, very amazing. ومن الاشياء اللي عملها هو فتح الهايب طبعا اللي على وارن حد تيليجراف بس بجديد فتح هايب سنتر اليوم كان الافتتاح بسيتي اوف وين. اوكي هيدي شغله كتير كتير مهمه. ليش؟ بيكوز عم بفوت بين الامريكان وعم بفرجيهم نحن كيبل نعمل اشياء حلوه وبيوتيفول ومنظمه. هايب سنتر هذا للسبور وما سبور. سو هيدي مريحه. شغله تانية كان في ال هيدوس عبدول هيدوس كان مير بالسيتي اوف وين كمان فرجاها نظره قويه عننا نحن كعرب. بالسيتي اوف دوبن هايتس بدنا نقرب شوي اكثر. كيف نقرب شوي اكثر؟ يعني ما نكون عايشين مثل منظمات مثل مثلا مخيم انه العرب بس هون الامريكان البيض بس هون. كانتونات طائفيه مزبوط. Exactly. نعم. ما حلوه هيدي. نعم. وهيدي بالاسف موجوده كثير بالبلاد العربيه. ما بدنا نعملها هون. هلا كيف تعملها؟ بدنا نبلش من قبل كل شيء. في عندك كثير من العرب فتحوا بزنسز على فورد رود على وارن افينيو وحتى على تيليجراف بديبون هايتس. بس النسبة اللي عم بيفتحوا بيزنسز على مناطق اللي فيها أقل نسبة عرب قليل كتير. صحيح. إذا بنفتح نحن بيزنسز مرتبين وحلوين وعندنا مثلا اللقمة الطيبة العربية المشهورة. صحيح. أوكي ونظافة وسيرفيس وكذا بأين مناطق؟ بالمناطق اللي فيها أقل عرب وأكثر أمريكان كمثل على فان بورن كمثل على بيتش ديلي على إنكسر وهكذا وهكذا. بالمناطق مثل ما بقولوا مثل بالساوث هايتس بهذه المناطق نعطينا احنا نظرة حلوة عننا للعرب. وقت بيجي هالامريكان ليفوت لياكل يمكن بيكون فات ماخذ نظرة تانية عن العرب بس بيفوت باللقمة الطيبة بلاقي بالسيرفيس الحلو بلاقي بالنظافة. هذه بتعمل كونكشن اكتر مع الامريكان الضيافة العربية وشوي شوي
بصير يمكن عربي ينقله اكثر على هذيك المناطق بصفي فيه سيميليشن اكثر يعني تجاوز اكثر وطبعا بتساعد هالجاليه. في هناك البعض من يقول انت يمكن تقدر تجاوبني واتمنى يكون غلط بانه العرب عم بتقلع مناطق الاجانب صاروا يهربوا منها بالعربي الفصيح هيك عم بيحكوا انه صاروا ينتقلوا يبتعدوا عن المناطق اللي بيكونش فيها العرب. هلا هي بالاسف باين بلد كان وحتى بمشيغان وحتى بديبر وبديبون هايتس بيضل في تميز مع عنصريه هذه موجوده بالبلاد العالم كله. سو طبعا يمكن في نسبه صغيره من الامريكان يمكن ايه بس انه العربي اللي عندهم بينقلوا وهذه الامرار من ناحيه يعني عدم التفكير كيف يعني يعني هن اعتمادهم الوحيد اللي يفكروا من هو هذا العربي الشخص العربي بيحضروا الفاكس نيوز بيحضروا السي ان ان بيحضروا الكذا بيحضروا الارهابيون بيفكروا نحن كلنا هذه العقليه. سو قبل ما يكون عندنا مجال نحن كعرب نقول لحد ونفرجون من نحن بيهربوا في نسبة صغيرة صحيح مزبوط. بس الأكترية اللي بيضلوا وأنا بعرف كتير ناس أمريكان اللي ضلوا اللي كانوا ناخدوا ماخدين نظرة كتير كتير بعيدة عن شو نحنا وبس صاروا يتعرفوا علينا العرب تغيرت الناس تغيرت كتير يعني لقوا مثلا بيكونوا بينوا العربي لحدهم هاي كتير أمريكان قالين يا صاروا أوكي بيجي هذا العربي عم يعمل لحم مشوي كمان 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 هاتصم عاملة صحن مجدرة مثلا ايه. تأخذ له لجيرانة كيك كذا أمرار نحن مثلا إذا جارنا إذا أمريكاني أم عربي بس تفضل مثلا الأمريكاني عم فرجيك النظرة للحلم اللي بيصير ياخدوه عننا صحيح. مثلا كبير بالعمر بيجي واحد من أولادنا بروح يوصله الحشيش صحيح. بروح بيشله التلج هذا بتعطي النظرة حلوة عن العرب لذلك مع أنه في نسبة صغيرة بتنقل بس الأكترية بس يضلوا بس يتشاركوا معنا ويكونوا فايتين بنظرة ما نظرة لا سمح الله أنه نحن إرهابية بتلاقي ماتش بر حتى أنا بشغلتي مش بشغلتي على السيتي كونسل الاريا اللي اكثر شيء دقيت عليها الابواب كل يوم كل يوم صار من ايام مارش يعني اذار بالعربي مش متذكر بالعربي بس الشهر الثالث كل يوم كل يوم كل يوم على سبعة ايام عم دق ابواب وين عم دق ابواب بالساوث ديبون هايتس ساوث ديبون هايتس للمنطقه اللي بالاكثريه امريكان امريكان هلا بس دق بالاساس بس تبلش بيفتحوا الباب او بيكونوا كاشين يو انه هذا جو واحد عربي من وين العربي اللي عم بدق عليا صح بس بلش احكي معهم واخر وقعت معهم بيعرفونا ان احنا مش بتقولوا كريزي بيبل نحن ناس عندنا هدف قوي للبلد والبلد اللي هن بحبوها نحن بنحبها اكثر ذاتس شو وي هاف ا لوت اوف ورك تو دو 100% طبعا طب يعني سمعت انا في كثير وكما قلت لك انا اتمنى لك النجاح ولكن ما سمعته عن ديربون هايتس او كان عندنا في اكثر من حالي وصفت في بشيء من التمييز ضد العرب قد يكون صح قد يكون خاطئ هناك من يدعي ويقول على انه هناك شرطة ديربون هايتس لا يوجد غير شرطي عربي واحد هل يعني اذا كان هذا الشيء موجود ولا نسميه لا نتهم شرطة ديربون بالتمييز ولا ديربون هايتس بالتمييز قد يكون هناك عدم تقربنا لإملاء الوظائف بل هل برأيك هذه قد تكون من الأشياء اللي قد تهتم لها إلا زيادة اليد العاملة في المراكز الحكومية في المحكمة في إنه هناك يعني العمل على زيادة التواجد العربي في المؤسسات القانونية والتشريعية في ديربون هايتس طبعا هذه من الأشياء طبعا لازم نشتغل عليها حسب ما بيقولوا البلدية مثلا بيقولوا لك إنه ما في نف يعني ما عم بيكفوا ما في كتار من العرب اللي عم بقدموا على البوليس ديبارتمنت مثلا اما عم بقدموا على الفاير ديبارتمنت تبعت الاسعاف وكذا نظريتي انا ما بظن هذا الشيء بس امرار بترجع مثل ما قلنا عن قصه الجيران امرار في ناس بيكون راسها مسكر عن من هو هذا الشخص العربي وما بيعرفوا ان احنا العرب بنحب امريكا قد ما هن بيحبوا امريكا مثل ما قلت لك سو طبعا اذا السيتي كونسل باذن الله ناوي اشتغل عليها هيدي كيف يعني اشتغل عليها ما من ناحية أنا أبنار يعني بليفر أما ما بحب هذه الطريقة إنه بس يجيبوا واحد بس أنت كدكتور يوصفوك بس مشان إنه عربي هذا خطأ طبعاً خطأ بدنا ياهن يوصفونا كعرب ككيبابل كعنا القدرة بس ما يعملوا عنصرية علينا لذلك إذا في اثنين ثلاثة ونقبلهم واحد عربي وهوليك أقوى نو بروبلم هيدو اللي أقوى بس حطونا مجال بس ما تكونوا بلشين معانا بالمقابلة كعرب ومن أول طريق أنتوا حاطين براسكم كاللي عم بيعمل المقابلة إنه هذا ما خرجك شيء. Exactly.
عندنا نحن very capable people، فعندنا كتار اللي بيقدروا، مش بس بالبوليس، بالدكاترة، بالإنجينير، بالسياسة، بالريل استيت، بالبزنس، بكل شيء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله عم نطلع نحن العرب ناجحين. ليش ناجحين؟ مشان مثل ما بقول بالانجليزي we work hard، بنحب النجاح، نتعب، وعندنا اهلنا يعني مثل انا سبب نجاح الحمد لله انه بيي وامي بضلوا وراي يلا 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 يلا. بنحب نحن النجاح وبنحب العلم. نسبه العرب اللي عندهم علم اكثر اكثر من اي منطقه كان، مزبوط صحيح. فلذلك نحن يكون لازم يكون عندنا opportunity اما تشانس لا يفوتونا على البلديه. بس ما معناتها يفوتوا، انا ما بايد مثلا يفوتوا واحد عربي بس مشان عربي، لا، عربي بس بذات الوقت عنده القدره. على كل حال في مواضيع اخرى رح نطرحها عليك واسئله اخرى سوف نداولها، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. اعزائي المشاهدين، عدنا وكما يقال العود احمد للحديث الشيق مع مرشحنا، مرشح ابن الجاري للمجلس البلدي في بلدية ديربون هايتس، رجل العقارات الناجح السيد وسيم ديف عبد الله. للعودة للحديث عن الموضوع الانتخابات، أخي وسيم ديف عبد الله، بالأول أسألك، في حدا غيرك نزل انتخابات من العرب على المجلس؟ لا، ما موجود هلا، ما لا نازل. يعني لا، ما في حدا نازل. اللي نازلين هنا خمسة، أنا عربي أمريكاني وأربعة تانين، واللي بدون يفوتوا على السيتي كونسل من ثلاثة، ثلاثة من خمسة بيربحوا. ثلاثة من خمسة بيربحوا. بيربحوا. يعني في عنا واحد عربي أمريكي يمثل الجيل العربي وحيد اللي نازل. اللي نازل. في وقت. لا. Running for the election. Yeah, running for election في أنا. So I mean يعني we really should put you in office. Okay. إن شاء الله. طب المعروف دائما مع الأسف الشديد على إنه turn out يعني نتائج الانتخابات إنه سبب فشل معظم مرشحين ليس بكثرة المرشحين المنتخبين من الطرف الآخر، وإنما بقلة الأصوات التي تأتي من الطرف العربي. طب شو السبب؟ في كذا سبب لها، وجربت أدرسها. أنا مش درسها يعني كمن ناحية علميا أما organization، يعني جستك نظريا، وحكيت مع كذا ناس من اللي طبعا المنظمات بالجالية. في من قبلها البلاد العربية كيف يعني بالبلاد العربية بالأسف اللي بيعمل الانتخابات ما لها معنى على الفاضي، ما في ثقافة الانتخاب، معرن بيقول أوه إنه صوتي له اسم، وبيعرفوا إنه هذا الزعيم وهذا الزعيم بيصير مسؤول ولا تسيت، أي فوت اللي بتعملها على الفاضي بالانتخابات بالبلاد العربية ما لها معنى، ما لها معنى. سو في كتار بعد ماخدينها العقلية أوكي هون، معناه هي بالأسف مش هيك هون. في شغلة تانية أمرار مثل ما بدي لك من نوع الهمل، بس ما بنعطيها لأهمية كتير. أوكي كيف يعني؟ مثلاً أنا بقول خاص ما الدكتور هو راح يعمل فوت، خلاص شو لا أنا واحد راح تأثر على قدي. إيه صحيح. وبنتي بتقول على ما أدري راح، ما خلاص بابا رايح، وابني بقول والله أنا رايح على الشغل، وهذا بقول هيك وهذا بقول هيك وهذا بقول. أما اليوم عم بتشتي، أما كذا أما كذا أما كذا، وبتقل النسبة. مثلاً السنة اللي مضت عندك 6,000-7,000 نسبة عربي اللي فيهم ينتخبوا بديبون هايتس. السنة اللي مرت 600 ومدري قديش النسبة بس اللي انتخبوا. بالأسف هذا يعني أقل من 10%. كتير قليل هذا النسبة. أوكي، مع أنه قديش عندنا نحن جالية عربي، كتير مثلا من العرب يعملوا كومبلين أنه طيب ليش نحن ما عندنا حدا يمثلنا؟ ليش نحن مثلا بالسكول بورد، البورد تبع السكول، لجنة المدارس، أوكي ليش نحن ما عندنا حدا يمثلنا؟ ليش ما عم بحطوا حلال، ما عم بحطوا أكل حلال إنف بالمدارس؟ مشان ما عندنا حدا يمثلنا، مشان هذا الشخص اللي موجود على السري على السكول بورد مثلا، وفي مثلا اللي ترشحوا حجة زينب حسين، من أقوى الناس اللي كانت فيها تكون على السكول بورد، بس بالأسف ما نجحت. ليش؟ وواحد تاني محامي نسيت الاسم هلا بالوقت الحاضر، بس مهم ما قدر نجح. ليش؟ مشان ما في enough people عملوا له vote. So then what happened؟ وقت بيجوا انه الامريكان عم يطلعوا على بالسكول بالمدارس تبعيتنا انه لازم نحط نحن مثلا اكل حلال، لقالوا هن ما فيك تظلمهم، ما بتدخل براسه انه ليش هالاهميه الكبيره للاكل الحلال، ما بيعرفوا. اوكي ما بيعرفوا فيها كتير، لذلك ما بينعمل اشياء اللي لصالحنا. وانا هدفي انه قد ما فيني من الجاليه العربيه، وعم بعمل كذا كذا شغله من ناحيه الدعايات، من ناحيه كولز، من ناحيه ناكينج اند روز، يعني عم دق ابواب،
قد ما فينا الجالية العربية كتير 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 مهمة إنه نروح ونصوت. وحتى أنا بقول لهم حتى إذا ما صوتوا إلي إن شاء الله يصوتوا إلي إن شاء الله طبعا. بس حتى إذا ما صوتوا إلي عندك أنت المؤسسات أما البلدية بعدوا كم صوت عربي عم بفوت وحسب نسبة الصوت العربي اللي عم ينتخبوا تتغير القوانين البلدية أما المعاملة البلدية مع الأشخاص العربية حسب ما عرف في نسبة فورين يعني بالمثل كديربون بالزمانات ما كان في كتير عربة بينتخبوا أوكي شو صار أوكي ما كانوا يهتموا فينا كتير أكيد. بس صار النسبة أكبر صار مش بس كتار صاروا كتار اللي ينتخبوا صاروا يهتموا فينا أكتر بس أكتر من هيك صار ناس يترشحوا وصاروا الناس يترشحوا يربحوا ويفوتوا على السيتي كاونسل. هلا عنا بالسيتي كاونسل احنا ثلاثة أربعة عرب صحيح. عرب سبعة من سبعة بديبون الحمد لله صحيح. وإن شاء الله أنا ببلش هذا موجة جديدة بديبون هايت إن شاء الله. يعني إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق. بس حقيقة سمعت إنه حتى رجال يعني أصحاب القرار أو الذين موجودين في مكتب في البلدية أو في المجلس التعليم المناطق بيعرفوا من المناطق اللي فيها بينتخبوا أكثر المناطق وبالتالي الاهتمام بحسب يعني هي شغلة مصالح في نهاية الموضوع. من قبل اللي أنا اللي عرفتيها بس من ناحية الانتخابات إنه في عندهم ليستات يعني مثلا أنا في سيستم عندي بروجرام اشتريتها اللي قالوا لي فيك تعرف شو أسامي العرب اللي بيعملوا فوت شو من التليفونات العرب اللي بيعملوا فوت صح صح. أنا قلت أنا من ناحية يعني I didn't know في something like that available بيبقسموها على عرب على أمريكان على ديمقراط على ريبوبليكان وهكذا 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 وهي الناحية كتير كتير مهمة إنه وقت بعده نسبة العرب مش بس نسبة العرب اللي لهم حق ينتخبوا نو ليه عم ينتخبوا على فكرة من الكوارث اللي مرت علينا جاليتنا إنه لم ننجح حتى الآن بكوننا ماينورتي واللي خسرنا كتير مليارات الدولارات لبرامج صحية وتعليمية لأن ما نجحنا لما عملوا السنسس ما راح طبعًا. العالم عبت وكانت تهرب حتى إنه سركسرنا وايت على كل حال يعني الحمد لله بدأ في هناك يعني نوع من الوعي أكثر من عند الجالي ونأمل إن شاء الله إنه يدعموك في هذه الحملة من الأشياء اللي أنت طرحتها على إنه رح تحاول العمل من خلال إصدار قانون أو تعديل قانون ما بعرف بالضبط شو الخطة إلو لزيادة قيمة المباني في ديربون هايتس إذا إنك نجحت هل هذا شيء يعني من الأشياء اللي بتهتم بها؟ كتير كتير هذه مهمة ليش؟ من كذا ناحية أولا البلدية مهمة أوكي إن الأسعار عم تطلع وش بتساعد البلدية مثلا من الحالة الاقتصادية وتانيا للناس مهمة بكذا كل واحد بيته عم يغلى أوكي which means بتأول إيكانمي الحالة الاقتصادية كمان من هاي الناحية ليش؟ عشان وقت الواحد بيته بيكون بيسوى 100 بيصير بيسوى 130 صفى عنده مجال يسحب من قلب بيته إذا بده 20-30 ألف دولار هل 20-30 ألف دولار بيسحبهم صفى فيه يمكن يشتري بيت تاني يمكن يفتح بزنس يمكن صحيح. كذا سو كلها بترجع بعضها مثل بقوله مثل دامرو افكت وحدة ورا وحدة ورا وحدة صحيح. الطريقة التانية اللي بنغلي البيوت فيها انه ونقوي المنطقه مثلا فيها هي اهم من قصه تغلية البيوت انه في مناطق ما حكيت قبل انه في مناطق شوارع اللي بعد ما انف بزنس عم بيفتحوا فيها ما في انف بزنس عم بيفتحوا فيها سو بدنا نعمل whatever اللي بقدرتنا نشجع الناس كسيتي كونسل ليصيروا يفتحوا بزنس بهذيك المناطق من هاي الناحيه بتشجعهم ك انه بالقوانين يمكن ما انه نغض النظر بس نهونها شوي بالقوانين يعني some incentives you know exactly incentives الطريقه الثانيه التاكسس كيف يعني مثلا اوكي انت بدك تفتح بزنس هون هذه منطقه مش ماشي كتير فينا نعملها نحن كسيتي كونسل انه يمكن اول 6 اشهر يمكن اول سنه اخف التاكس شوي لنعطيك مجال انت كشخص عم يفتح البزنس يقلع شوي قبل ما يبلش يدفع تاكس كبير وبس شارع يصير عليه بزنسز قوية لبيوت بتقوى أكيد. كمثل موجود يعني علنا عندك على وارن أفنو بديربون وارن أفنو بديربون نحن جينا أنا وأهلي كنت ولد أنا بوقتها بس جينا على البلد بالسنة 76 1976 وتجينا بال 1976 على وارن أفنو بديربون حد شايفر كان مثل خرابة كلها ميتة المنطقة ميتة المرة كلها محلات مسكرة وكذا هلأ بتمر على وارن كله قوي ومحلات ومطاعم وأفران وكذا أوكي بس هذا شو عملت قوت البيوت اللي بالمنطقة ليش مش صار مثلا الدكتور وعائلته بدون على منطقة بقوله أوكي فينا نقول لهون قريبين بلك عن المنطقة في صحيح. مطاعم في أفران في كذا في كذا وهذا اللي هدف إن شاء الله بديبون هايتس إن شاء الله يعني هو حقيقة من
يعني لازم يكون في هناك حدث في المجلس البلدي من الجالية العربية، وخصوصا انه يعني واحد اصلا لا يكفي نسبة الجالية العربية اللي انتقلت من كافة المناطق على دير بنايت، يعني يمكن يكون من 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 اعلى النسب التنقلات اللي صارت عندنا هون يعني موجود. شو اذا بتحب توجه رسالة للجالية بخصوص الانتخابات، شو يعني بتتأمل؟ يعني انا متأكد انك انت يعني you count on their votes، تتمنى انهم شو ايش في رساله بتحب توصلها للجاليه؟ الرساله بحب اقولها للجاليه، وهي كتير 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 مهمه بالاسف، وصاروا يعني بالبلديه بيعرفوها، والرجال ورجال ونساء السياسه بيعرفوها، انه بالاسف انه ديربورن هايتس ما دائما بيروح بينتخبوا كعرب كأرب أمريكانز. ديربون هايتس تحديدا يعني؟ وهي ديربون طبعا كمان بذات الوقت، بس بديربون هايتس أكتر أكتر نسبة للأسف. ليش؟ مثل ما قلت لك السنة اللي مضت بس 600 واحد انتخبوا، ما بيكفوا. نعم. يعني ما تواخذني أي نوع عرس عربي بيكون فيه 600 واحد. صحيح. بس يعني بس نسبة عرس راحوا انتخبوا ما بتكفي. لذلك لازم كلنا نروح ننتخب، حتى إن شاء الله الانتخاب لإلي أنا، بس حتى لازم مش لإلي أنا، نروح ننتخب مشان مثل ما حكيت فيها انه الرجال السياسي والنساء السياسي والمنظمات السياسية والستيت بلانسينج مثلا الكابيتال كلهم بعدوا قديش نسبة العرب اللي عم تنتخب، ومن هاي الناحية بتأثر على المنظمات اللي بتنفتح بالمنطقة للعرب للجالية العربية، بتأثر كمعاملة البلدية مع الجالية العربية، بتأثر مع البوليس ديبارتمنت مع الجالية العربية، وهكذا وهكذا وهكذا، كلها هنا بتلحق بعضها. لذلك عفوا نحن عنا حق بهالبلد، حق هذا موجود لكل الناس اللي ساكنة بأمريكا، وعنا حق انه ننتخب، هذا حق ماشي قليل، مثل ما بتعرفوا انتو بالأرب سبرينج الربيع العربي، الربيع العربي اللي كان موجود. طيب من اكتر الناس اللي كانت عم تعرض على شو؟ انه ما لها حقوق، ما لها صوت، ما لها حس بالبلد. ونحن موجودين هون نحن كعرب بأمريكا، جاءلنا على هالبلد جديد من بعد الحرب، من بعد المشاكل بالبلادنا، وجينا لهون وعندها هالشغلة، هذا موجود لنا فريلي، فينا ننتخب اللي بدنا اياه، لازم نروح ننتخب. انا صارني شي 35 سنة بروح بنتخب، حتى اذا ما بروح وما عارف انا لمين بدي صوت، بنتخب لو شو مكان مشان بعرف بنقوا الصوت العربي، بنقوا كم واحد عربي بصوته. حتى وقت قعدت مع كذا واحد من السيتي هول اوكي بهالسنه سنه ونص، وكونسيستنتلي دائما بيقولوا لك وعندهم علم كم واحد عربي صوت، ليش عندهم العلم فيها؟ بس هذه بتاثر على الطريقه اللي بيعاملونا لذلك وقت احنا بنجي بنعمل كومبلين انه والله هال ما عم بيعاملونا منيح، اما بالبادية ما عاملونا منيح، اما بالكذا لا يعاملونا منيح، بدنا ننتخب. ان شاء الله بتنتخبوني، وان شاء الله بعمل كل شيء فيه بجهدي لا خليكم تكونوا مبسوطين بالعمل والجهد اللي راح اعمله. بس انسوا انا فوت نوفمبر 3 هذا الثلاثة ان شاء الله، فوت جو اوت اند فوت كثير كثير، اما بدي اقولها بالانجليزي. This is a very very important election in the city of Dearborn Heights. It is very very important that we get a representation in the city of Dearborn Heights for the Arab American community and for the community in general as a whole. We have a right in this country. This is a great and beautiful country that we all love, and we are raising our family here. We want to do everything we can to give back to this great country. And the best way a lot of us can give back is by going out and vote. This is a right that we have that we shouldn't take for granted. There are people in other countries, the Arab American the Arab countries, for example, Arab Spring, as I mentioned earlier, people dying for the right to vote, and we have that freely. We should take advantage of it and go out and vote. And please, ladies and gentlemen, I would be honored to have your vote, and I will definitely make you proud as an Arab American doing things on behalf of our community and on behalf of the community as a whole. We are already proud of you, Wasim Dave, but you know, we want to celebrate the success with you together. Inshallah. طيب يعني ضل شيء بس حابب اني اسالك عنه، انه في انت عندك فند ريزنج دينر، يعني اذا حدا حابب يجي من ال تحب تحكينا عن الايفنت هذا يوم السبت؟ في عاملين ايفنت، طبعا في عندنا كثير من الدعايات وكثير من المكاليف اللي عم نبعتها طبعا وبلات وناس اللي طبعا لازم ندفع لهم.
سو في عندنا فند ريزر عاملينه نهار الاحد بواحد الشهر الساعه 12 بمطعم الامير اللي موجود هو بديربورن هايتس على فورد رود وانكستر من الساعه 12 ل 1:30 2 ان شاء الله. وبحب اعمل دعم عام للجاليه كلها ان شاء الله تجي حتى جيتوا نسلم عليكم ونشوفكم ان شاء الله وتعطونا المحبة اللي طبعا موجودة عندكم لقلنا. وبس بذات الوقت نجيب الفوت انه تجي لعنا وتشجعونا ومساعدكم مش بس ماديا بس اهم من هيك بالفوت. سو ان شاء الله بالامير على فورد رود وانكستر بديربون هايتس من بعد بيتش ديلي اذا جايين من ديربون عيدكم اليمين. ونتشرف تكونوا موجودين معنا ان شاء الله. كل الشرف لنا ونفتخر فيك حقيقه. الله يخليك وسيم. في اي شيء حاب انت تحكي يعني ما تم التطرق له في هذه المحادثه؟ بس الشيء الوحيد انه عم بعمل هذه الشغله للجاليه وبدي اعمل كل شيء في بجهدي للجاليه. بس بحب انه ان شاء الله الجاليه تكون تأيدنا بهالانتخابات نهار الثلاثاء ويروحوا ويصوتوا. ومثل ما قلت لك I will make them proud. أنا كتير كتير مهم إلي إذا إن شاء الله انتخبوني الجالية. ما بخدها كشغلة قليلة هيدي, أنا بخدها شغلة كبيرة إنه الجالية تكون عندها ثقة فيي إنه أعمل إن شاء الله good job لقلن هن. وهذا كتير كتير مهم إلي أنا إنه make them proud and be proud as an Arab American and show the country that نحن as Arab Americans عندنا القدرة and we are capable of doing a great job for this great country. So your vote is much much appreciated inshallah. Once again we appreciate you and you know we are proud of you already and hopefully we see you in office أخي وسيم inshallah. يعني ألف شكر لك وإن شاء الله إنه نتمنى لك كل النجاح وكل الموفقية. أعزائي المشاهدين, somebody said one day there are some difficulties in life not because of bad people but because of the people who are silent. يعني المشاكل بواجهنا في حياتنا ليس بسبب الناس سيئين, على العكس يعني قد يكون هناك سوء فهم, ولكن بسبب الصمت. رجاءً لا نريد الصمت في هذه الحالة, نريد أصواتكم. لنضع الأخ وسيم ديف عبد الله في مجلس بلدي ديربون. نأمل أنه الجميع يكون على الأبواب وعلى صندوق الاقتراع لنضع عربي أمريكي ثاني في مجلس بلدي ديربون ليدافع عن حقوقنا ديربون هايتس في مجلس بلدي ديربون هايتس وليدافع عن حقوقنا وليكون الصوت العربي الذي ليس فقط من ناحية إثنيسيتي, مش فقط لوضع إنسان عربي, إنما من ناحية كلتشر, من ناحية ثقافة, إنسان يعي ويعرف ثقافتنا وبالتالي يدافع عن القضايا التي تهمنا وتهم أبنائنا ليس فقط في مجال بلدي وإنما بالمتشعبات على قد تصل إلى قضايا أخرى بالمواصلات بالإسكان. نتمنى من الجميع الخروج للانتخاب. كان هذا كل ما لدينا هذه الليلة. نتمنى لك التوفيق أخي وسيم. الله يخليك دكتور وتصبحون على خير أعزائي المشاهدين. الله يخليك.